السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير، وياكم هلكم من الكوس كلاود هاوس. نرجع لكم فيديو اخر وريفيو اخر، هالمره راح يكون على نظامين من البودات سيستم من شركه سموك، واحده منهن الفيت وواحده منهن الانفينكس. طبعا هذني الانظمه من الانظمه الجديده اللي طلعت من شركه سموك، واللي مجموعه ثلاث انظمه، راح نراجع اثنين بهذا الفيديو. نظام هذني البودات سيستم يسموها نظام مفتوح او اوبن بود سيستم، والمعنى انه هي قابله للتعبئه. هسه خلينا نقرب الكاميرا نشوف محتويات علبة الانفينكس باد سيستم والفيت باد سيستم، نقارنهم الوحدة بالثانية جنبين لا جنب، نشوف شنو اللي يميز الوحدة عن الثانية، وراها نبعد الكاميرا نتكلم عن اثنيناتهم من ناحية الايجابيات والسلبيات، ونتكلم عن الجيف اوي لهذا الفيديو. شباب هسه نجي نتكلم عن محتويات علبة السموك انفينكس والسموك فيت كيت، والاثنيناتهم هي انظمة بودات. طبعا اللون اللي مبين على العلبة هو نفس اللون الباد سيستم اللي تستلمه داخل العلبة. بكل الباكيتين على هذا الجانب نشوف هنا عندنا المكان اللي تشخطه ويطلع لك بقية الكيو ار كود، تستخدم الكيو ار كود ريدر تقرأ كود اي وراها كود بي، ويقول لك اذا المنتوج اصلي ام لا. على بقية الصفحات ماكو اي شيء مهم، لي ورا كاتب لك مختصر عن البود سيستم وكذلك محتويات العلبة. علبة الانفينكس بود سيستم يحتوي على نظام البود او بطارية البود، بودات قابلة للتعبئة عدد 2، كيبل شحن مايكرو يو اس بي او اللي نسميه بكيبل شحن الجالكسي، بطل فارغ لتعبئة السائل، طبعا هذا النوع يسموه نيدل تيب بارل، مثل ما نشوف هنا وكأنه مربوط بنيدل، يسهل لك عملية تعبئة البود. دليل المستخدم للإنفينكس بود سيستم بامفلت ستايل، وبي صور توضيحية عن كيفية التعبئة. علبة الفيت كيت يحتوي على بطارية البود، بودات قابلة للتعبئة عدد 2، كيبل الشحن مايكرو يو اس بي او اللي نسميه بكيبل شحن الجالكسي، بطل فارغ يسهل عملية تعبئة الجوس مثل ما ذكرنا نيدل تيب. دليل المستخدم لفيت بود سيستم طبعا بامفلت ستايل، وكذلك يحتوي على صور توضيحية عن كيفية تعبئة البود. نجي اولا نتكلم عن الانفينكس بود سيستم. طول البود سيستم 110 مليمتر، العرض 19.5 مليمتر، الثخن 11 مليمتر في اثخن نقطة، الوزن 22 غرام، سعة البطارية 250 ملي أمبير بالساعة، واطية البود سيستم من 10 واط إلى 16 واط. طبعا ماكو أي أزرار لتشغيل أو لإطفاء البود سيستم، البود سيستم يشتغل على سحب النفس. هنا نشوف الـ LED اللي عندنا واللي يراوينا ايش قد كمية الشحن الباقية، ولما تسحب نفس هذا الـ LED يشتغل. طبعا هنا لي جوا عندك المايكرو يو اس بي للشحن، هذا كل اللي موجود على البود سيستم. هسه نجي على البود نفسه، طبعا هذا البود سعته 2 مل، مثل ما قلنا قابل للتعبئة، مثل ما نشوف هنا عندك الوك، هنا لي جوا عندك النقاط اللي يرتبط بالبطارية او النظام نفسه ويستلم طاقة للكويل، طبعا منها من فتحة الاير فلو تقدرون تشوفون الكويل اللي صاير هنا بالنص، هنا منها يطلع نفس، خلينا نقول هذا المبسم لتعبئة هذا البود. مجرد تفتح هذه الفتحة وتعبيها بالجوس، الجوس اللي راح استخدمه اليوم هي من شركة روثلس، اسم النكهة Grape Drink on Ice، واللي هي عصير العنب المثلج مكعبات الثلج. طبعا 35 ملي غرام من النيكوتين لكل مل، يستخدم ملح النيكوتين السموث او السلس. هسه عبينا البود بالجوس مثل ما تلاحظون، راح نعوفه مدة 10 الى 15 دقيقة على مود يتشبع وعلى مود تجهزه وتخليه بالبطارية، مجرد انه تركبه بيه. وهاي هي هسه البود سيستم جاهز للاستخدام. هسه نجي على الفيت بود سيستم. طبعا طول هذا البود سيستم 107.5 ملم، العرض 18.5
4.4 مليمتر في أعرض نقطة، الثخن 8 مليمتر، الوزن 20 غرام، يشتغل من 10 إلى 16 واط، سعة البطارية 250 ملي أمبير بالساعة. طبعا هذا البود سيستم مثل السابق ما عليه أي أزرار للتشغيل أو للإطفاء. عندك هنا LED لما تسحب نفس يشتغل، وكذلك يبين لك من لون الضوء كمية الشحن الباقية. وهنا أنا اللي جوا عندك المايكرو USB للشحن. هذا كل اللي عندك. هسا نجي نتكلم عن بودات الفيت. طبعا سعة البود 2 مل، الاير فلو صاير هنا اللي جوا، ولكن الطريقة اللي يدخل بيها الى السيستم يجي منها من هذه الصفحات الفتحات الجانبية الصغيرة، ينزل على الجوانب ويدخل الى الاير فلو. طبعا عندك هنا نقاط الربط للكويل، طبعا ما ادري اذا تلاحظون الكويل ام لا. هنا عندنا الوك، التعبئة تكون من هنا، هنا راح يكون التعبئة، وكذلك المبسم هو المكان اللي تسحب منه النفس. هنا نشوف عندنا هذا الفاصل اللي قسمه الى جزئين. هسا عبينا البود سيستم مثل ما تشوفون للاستخدام، مجرد انه تخليه بالبطارية او الجسم الرئيسي او المود للبود سيستم، وهسا النظام جاهز للاستخدام. هسا نجي نتكلم عن النظامين سوا او البودات سيستم سوا، وكذلك الفروقات بيناتهم. طبعا اولا نجي على الوزن. الوزن الانفينكس اثقل من الفيت بمقدار غرامين، الطول تقريبا نفس الشيء مثل ما تلاحظون، فارق كلش قليل. الثخن تقريبا نفس الشيء، العرض تقريبا كذلك نفس الشيء مثل ما تلاحظون. طبعا نعرف ان USB نفسه وهذني. سعة البطارية نفس الشيء 250 ما لكل وحدة، سعة التانك نفس الشيء. الفرق الرئيسي طبعا بالشكل اولا مثل ما تلاحظون اشكالهن يختلفن. طبعا تاخذ اللي يعجبك، تاخذ اللي يناسب طريقة استخدامك. نجي على الفرق بطريقة التعبئة. طبعا تعبئة الفت صاير اللي برا مثل ما تشوفون ومثل ما شفتوا صاير اللي برا، بينما تعبئة الانفينكس لازم تطلع البود يلا اتعبي. كذلك نقطة أخرى الفرق انه الانفينكس بقطعتين مغناطيس، ما ادري اذا تشوفوه صار وحدة هنا والوحدة الثانية بهاي الزاوية منه، هيا هسا بينت وحدة هنا ووحدة هنا، ونشوف انه الجزء التحتاني من البود صار من حديد او معدن، فلما تنزله رأسا يثبت بمكانه بمساعدة هذين القطع المغناطيسية، بينما الفت ما بي هذا الشيء. عندك هنا اللي يسموه دمبلز او نتوءات صايرة لي جوا، هذين اللي يلزمن جسم البود مثل ما تشوفون هسا، شايفين هذا الفرق اللي صغير. هذا السبب شنو؟ انه هذني نقاط التوصيل سبرينج لودد، فجاية تدفع البود لان ماكو كمية احتكاك كافية انه تبقيها بمكانها. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية اللي اشوفها فرق واللي اشوفها ايجابي بالنسبة للانفينكس، انه التعبئة صايرة اللي جوا صايرة هنا أنا بالبود، هذه التعبئة صايرة اللي برا. تصوري واعتقادي الشخصي يجوز بسبب اكو شيء بجيبك او بسبب غلط انه هذه ينفتح وبالتالي يسبب تسرب. هذه النقطتين اللي شفتها. كذلك النقطة اخرى واللي هي مسألة اذواق، انا شخصيا يعجبني الانفينكس اكثر. شباب اللي شفتوه كان مراجعة الانفينكس والفيت بود سيستمز من شركة سموك. هوكو شنو رأيك؟ الصراحة اثنيناتهن انظمة بودات ممتازة جدا، صار لي مدة استخدمهن. طبعا انا اشتريت من كل وحدة وحدة على مود اجربهن الى ان وصلني العينات من شركة سموك. اولا نجي نتكلم عن الفيت بود سيستم. الصراحة بالفيت بود سيستم عندي نقطتين سلبية. اولا التعبئة صايرة اللي برا، يجوز يطخ شيء او بالغلط شيء بجيبك يطخ وينفتح وبالتالي سبب تسرب السائل. النقطة الثانية يجوز فقط بهذه القطعة اللي انا اشتريتها. طبعا اكو شوية مسافة نص مليمتر البود يلعب
بالسيستم. هذه فقط النقطتين السلبية اللي عندي تجاه الفت. هسه نجي على الانفينكس. صراحة انفينكس ما عندي اي نقطة سلبية تجاه الانفينكس سيستم. طبعا سحبة الفت سحبة مضبوطة، ولكن نشوفها شوية شوية بمقدار تقريبا 25% اكثر من سحبة الججارة العادية. بس بعد مثل ما تلاحظون ماوث تو لانج مضبوط. طبعا الانفينكس سحبتها سحبة ججارة عادية مضبوطة. فهذه نقدر نسميها انه هي اضبط من الفت من ناحية سحبة الججارة. اما من ناحية انه ايش قد البودات تطول، مفولهن اثنين تقريبا الحدثة بالسبع مرات، كل وحدة سبعة ثمان مرات، والحدثة شغال وما بي اي اشكال. فكتقييم لهذين البودات سيستم، اعطي الفينكس 9/10 وانطي الفت 8.5/10. فللجيف اوي لهذا الفيديو راح يكون العينات اللي دزوا لي اياها شركة سموك، الفت لونه احمر والانفينكس لونه جن ميتال او رصاصي طوخ، على مود اسمك يدخل بالقرعة وتشترك بالجيف اوي. تكتب هاشتاج مثل ما يظهر على الشاشة سموك بودز، مرة اخرى هاشتاج سموك بودز. ونذكركم انه الجيف اوي فقط للي اعمارهم 18 سنة فما فوق. نأمل انه استفادتم من الفيديو. كان وياكم هلكم من هلكوس كلاودهاوس. نشوفكم فيديوهات اخرى وريفيوهات اخرى. دمتم بخير وصحة وسلامة.